هنروح بقى لأخبار الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية. الحقيقة في خبر مهم جدا إن احنا نقف عنده، لأن كان عندنا مشكلة في الحتة دي. كابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب عامل معسكر خاص ومن نوع جديد للمحترفين اللي في الخارج أو اللي معاهم جنسيتين، مزدوج الجنسية. عامل معسكر في القاهرة خلال الفترة من 20 ل 25 ديسمبر الجاري لاختبارهم وعشان يتفرج عليهم ويشوفهم من قريب بقى، ويختار الأفضل منهم طبعا هينضم لمنتخب مصر في المعسكرات اللي بعد كده. لأول مرة المعسكر ده، ومعسكر مهم جدا في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل وفي الخارج. الفكرة إن الناس اللي زي دي اللي معاهم جنسيتين أحيانا بيروحوا منك من غير ما تشوفهم أصلا، وإن يبقى لعيب صغار في السن ومعاه أكتر من جنسية فأكيد الفرصة اللي هتجيله الأول هيروح لها. فالحقيقة دي خطوة محترمة من مدرب عنده طموح يحقق حاجة كويسة ويكتشف لعيبة جداد. أنا رأيي في كابتن وائل رياض إنه مدرب جريء، لأنه خد دورة شمال أفريقيا وعرف نقط قوة فرقته ونقط ضعفه، والأداء كان جيد ولكن يحتاج لبعض التحسين طبعا. لكن كمان فكرة منح فرصة وتوسيع قاعدة الاختيار عشان تشمل مزدوج الجنسية والمحترفين. احنا عندنا محترفين كتير جدا، انا اكتشفت ان في اكتر من 25 لعيب محترف ومزدوجين الجنسية. يعني دي خطوة رائعة الحقيقة. يعني لازم الناس تفهم ان القائمة اللي خاضت دورة شمال افريقيا دي مش القائمة النهائية. لا، منتخب الشباب لسه بدري على المنافسات الرسميه، واكيد في تغييرات، واكيد في لعيبه هتاخد فرص، واكيد من اللعيبه المحترفين دول هيطلع على الاقل 10 لعيبه منهم ينفع يلعبوا من المنتخب. يعني ده فيهم لعيبه في المانيا وفي انجلترا واسبانيا، وكلهم فيهم ناس كويسين وبيلعبوا في انديه كبيره، وممكن المحليين يبقوا احسن منهم. مش ضروري ان المحترف يبقى احسن من المحلي، يعني لا، ممكن يكون المحلي احسن منه كمان عادي جدا. احنا عندنا برضو المواهب في الدوريات المحليه قويه جدا، لكن ان انت تدي فرصة للناس دي وتلحق تاخدها قبل ما غيرك ياخدهم دي نقطة مهمة جدا.